تعرج على ما لا يجوز من أسماء، وهذا هو المهم. أولا، من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها الإنسان الأسماء المختصة بالله عز وجل. ما يقدرش واحد يسمي روحه الأحد، أو يسمي روحه الصمد، أو يسمي روحه القادر، وإنما هو عبد القادر وليس القادر. نعم، يطلق على الإنسان من باب الصفة أنه سميع وأنه بصير، لكن هكذا على الإطلاق لا، لا يقال له السميع أو البصير، وإن كان هو يسمع، لكن هذه أسماء اختص بها الله سبحانه وتعالى ولا يتسمى بها الإنسان. ولا سيما هناك بعض الأسماء ممنوعة، لا يجوز مثلا تسمية إنسان أنه الله، أو تسميته بأنه الرحمن، أو يسمى ملك الأملاك. ومن هذا منع العلماء التسمية بقاضي القضاة أو ملك الأملاك، هذا لا يجوز، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لغيره أن يتسمى بهذا الاسم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه رجل وسأله عن اسمه قال اسمي عزيز، فغير النبي صلى الله عليه وسلم ورفض هذا الاسم، وقال لهذا الرجل وهو جاءه يشاور في اسم ابنه، فقال له سمه عبد الرحمن. قال العلماء والعلة في ذلك أن اسم العزيز، أو أنك تسمي عزيز، لأن هذا يدل على العزة والكبرياء، وهو من صفات الله سبحانه وتعالى. والعبد إنما ديدانه وصفته وسلوكه هو الذلة للاستكبار والخضوع لله عز وجل، فلا يمكن أن يسمى عزيز. ولهذا قالوا لما قرع الله سبحانه، لما أنب الله سبحانه وتعالى أعداءه من الكفار والمشركين الذين نالهم أو ينالهم العذاب يوم القيامة، قال الله عز وجل ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. قالوا فمن باب من هذا الباب لا يجوز تسمية الإنسان بعزيز، وإنما هو عبد العزيز. كذلك من الأسماء التي لا يجوز الإنسان أن يتسمى بها الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالى، المعبدة لغير الله، كمن يسمي مثلا بعبد شمس أو عبد الرسول أو عبد النبي، كما هذه التسمية مشهورة عندنا في الصحراء. ولكن الأسماء المعبدة لغير الله عز وجل هذه يشتهر بها الشيعة، هما يسمون عبد فاطمة وعبد الباقر وعبد الحسين وعبد الحسن، عندهم مثل هذه الأسماء، وهذه أسماء لا تجوز، لأن الإنسان لا يكون عبدا للإنسان، بل هو عبد لله عز وجل، فهو عبد الله، ولا يجوز أن يكون عبد الحسين أو عبد الحسن أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الكعبة، لا يجوز أطلاقا. فالأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتسمى بها الإنسان، والأسماء أيضا المعبدة لغير الله لا يجوز التسمية بها. قد يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب، قال العلماء هذا من باب الإخبار وليس من باب إنشاء التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف، وهذه التسمية كانت في الجاهلية، لأن جده هو عبد المطلب، أبو عبد الله وجده عبد المطلب، فكان الكثير من الناس في معروف عند العرب وفي الجاهلية أنه ينسب لأبيه أو ينسب لجده، فكانوا يقال لهم يا بني عبد المطلب، فكان يقول هذا من باب الإخبار مما يعرفه الناس عنه وليس من باب إنشاء التسمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي نفسه ابن عبد المطلب، وإنما هذا من باب الإخبار، وقد قالوا يجوز في الأخبار ما لا يجوز في الإنشاء. كذلك من الأسماء التي لا ينبغي التسمي بها الأسماء القبيحة التي لا تدل على معاني جيدة، وهذه لابد الإنسان أن يفقه الاسم قبل أن يسمي، لابد أن يعرف معناه، أن يعرف معناه في اللغة. كثير من الناس مثلا يسمي سوسن، هل قال بعض العلماء سوسن هذا اسم نبات، اسم نبات معروف يعني ينبت ولا يستفيد منه الناس، شرك الدفل عدل. وبعضهم قال هي اسم امرأة بغي كانت في بني إسرائيل، هذا أصل تسميتها، والناس يسمونها يتسمون بها ولا يعرفون معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير
مثل هذه الأسماء القبيحة. ولهذا يقول سعيد بن المسيب من سادات التابعين كما روى البخاري في الصحيح أن جده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قالوا اسمني حزن، يعني من الغلظة والجفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل. قالوا لا أغير اسما سمانيه أبي. شد في عادات الآباء والأجداد، لا أغير اسما. وقال له في رواية أخرى السهل يوطع ويمتهن. قالوا لي سميتني سهل معني ولي الناس قاعد يعني يركبوا بقراص، لا أنا حزن. فقال سعيد بن المسيب والله ما زالت فينا الحزون منذ يعني أن أبا جدي أن يغير هذا الاسم، يعني بقوا على تلك الغلظة وعلى تلك الجفة، قال بقات يعني سجية في 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 عائلتنا وفي أسرنا، لأنه رفض أن يسمي ابنه أو يغير اسمه إلى ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو داود غير صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة والشيطان والحكم وغراب وحباب، وسمى المضطجع المنبعث، وبني الزينية سماهم بني رشدة، وبني مغوية سماهم بني رشدة. وذكر أبو داود في سننه أسماء كثيرة التي غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءها.